عملنا 20 متعودين. الريزاين هنا ولا برضه هتمشي تاني؟ لا هي بتشتغل شوية بس كامل. انا عايز اجيب واحد والست مش عايز اقعد اجيب اثنين يا مستني. انا اصلا مش راجع على الموضوع اصلا. ايوه هي بص هي غالبا غالبا لازم اجيب كده. ايوه بالظبط هي غالبا ده اللي هيحصل. اه دي انا فستاني مش انا انت عم تقول بس maybe لما تتعرف هم ابتدوا هنا وهي هم ابتدوا صلاه نص الليل. ماركس كلمني قال لي طبعا نبتدي صلاه نص الليل قبل ما تيجي. الحمد لله مبروك.
خلينا نخش ونخش يعني يعني حرام حرام نخش في معادنا لما هي موجودة لازم نتأخر برضو وبصراحة أطول أرثوذكسي يا حبيب عندنا هنا عندنا في مصر كنيستنا عشان كنيسة مشهورة زحمة الأفراح من 5 ل 12 بالليل خمسة لستة من ستة لسبعة لسبعة كده اللي تيجي متأخرة نص ساعة الفرح نص ساعة لأن في واحد واقف على الباب بره فما مفيش وقت للشيفت مفيش ولسه لحد دلوقتي لحد دلوقتي الناس بتيجي من بلاد حوالينا ايوه ومن هنا من كل العالم كلها ديكورات من جوه وبتاع فبيحس بقى ان الفيديو يطلع حلو مفيش خرم في الكنيسه مش بتلون حاجه بس سريع نص ساعه بقى احنا عندنا شمامسه قاعدين بره شغالين المعاش على المعاش نو هي شغلتهم دي شغلتهم في البطاقه انا شفتها في البطاقه شماس شغلته شماس يعني خدم بالجوده بس بقى لو حد مش معروف هم اللي بيمسكوا الفرح يا حبيبي التلت ساعه نص ساعه يكونوا بيقولوا شير مريا وخارجين ممكن عايز 12 دقيقه ممكن كله موجود احنا عندنا يعني المرد الاولاني في الثاني في الثالث في الرابع وفي حاجات ما تتقالش وابونا طبعا عارف ان في عروسه بره مستنيه تروح فين دي لا كله بيتجاب احنا عندنا باب في الجنه Evoro en te meti Oh, 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 oh
كيف assembly and in front of the altar of the Lord of hosts, the marriage of the blessed Orthodox son Nabil to the blessed Orthodox daughter Monica, in the name of the Father and the Son and Holy Spirit, one God, amen. Blessed be God the Father, the Pantocrator. Amen.
Let us pray together, our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us daily our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those trespass against us. Lead us not to temptation, but deliver us from the evil one. Through Christ Jesus our Lord, for thine the kingdom, the power, glory forever and ever. Amen. باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مشرع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفضل، نعلن في هذا المحفل الأرثوذكسي وأمام هيكل رب السباقوت عقد أملاك، عقد زواج الإبنة المباركة البكرة الأرثوذكسية مونيكا إلى خطيبها الإبنة البكرة الأرثوذكسي البكر نبيل إفز مراقوت انجيب في مونوجانيس انشيريسوس بخريستوس بنشوي نصلي جميعا. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. In the name of our Lord God and Savior Jesus Christ, the founder of the statue of perfection and author of the law of graces, we complete in this Orthodox assembly and before the altar of the Lord of hosts the marriage of the blessed Orthodox son Nabil to his betrothed, the blessed Orthodox daughter Monica. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Make us worthy to pray thankfully, saying, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us daily our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from the evil one. To Christ Jesus, our Lord, for thine the kingdom, power, glory forever and ever. Amen. Peace be with you. And in every condition, for you
has accepted us to yourself. Spare us, support us, and have brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept his supplications and prayers of his saints for that which is good on our behalf at all time, and bless the bridegroom and bride, and forgive us our sins. Lord have mercy. نطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذين العروسين وعن هذه الكنيسة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. إذا صنع من تنبري صنع من أنجن سبي تكتم بشيشناني ومي جنة ومي من أجلي Neme gentium ter sentebi gaji. Kyrie eleison cherebi mai. Encele et en semsol en onso. En riti en tebirem feion semmi. اطعم هون بنتي مترومي تنيتني برزيان تتتو توكوز سوى ماريا كوي صاري موت مارين بكوي ولنتين النوبي اترنو ترو اوي نمكيوتنا Asos tem bem demais suem gia con kai soti mon ai nan kiriele soin kiriele soin kiriele soin. يا الله الذي جبل الإنسان بيدي وعطاه وحده وعطاه المرأة عونا وقوة له، أنت أيضا الآن يا سيدنا كن وسيطا لهذين العروسين مونيكا ونبيل، سلهما بعربون الشركة واعطهما علامة اتصالهما ليكونا بألفة واحدة برباط المحبة، إذ تقول لهما سلامي أعطي لكما سلامي أنا أتركهم معكما، فأنت سلامنا جميعا نرسل لك إلى فوق المجد والكرامة مع ابنك الوحيد والروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كلها أمين. كيري إليسون كيري إليسون كيري إليسون. Oh Master Lord Jesus Christ our God who ornamented the sky with their stars and adorned the earth with the splendor of many different kinds of fruitful plants, who granted humanity the heavenly things and bestowed upon it rest on the earth. Now also we ask you, O good one and lover of mankind, to bless these vestments so that they become for your two servants who will wear them through the pleasure of your goodness, vestments of glory and salvation. Amen. Amen. قل للفرح والتهليل آمين. آمين. Preserve them both in pure soul, body and spirit. آمين. آمين. لتكون حياتهما في صحة وسلام وعفاف بواسطة فعل البر.
ابلهما راحة سمائية والأرضية ليستغنيا بأفعال البر. املأ منزلهما ومخازنهما من كل الخيرات ليستحق أن يعمل رضاك كل حين، لأنك رحيم كثير الرحمة وبار، يليق بك المجد مع بيك الصالح والروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين. البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته تكون معنا آمين. أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غصن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فيحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طول الأعمار على الأرض. نعمة الله الآب تكون مع جميعكم. أمين. بابن أمام بارك شغالة لطبي طبي جني أبوستولوس خنف شاينتي بنتي كوستي أفساجي إن عميش اللاس بيبن ما آي برا أنا في أول
الخير هنميشن لا Barcino genetis eleison imes agios agios iesheros agios athanatos stavrotis dimes eleison imes agios onseos agios iesheros Agios athanatos o anastas ekton nekron ke anelson estos oranos eleison imes doxevetrike eio ke ageiob nevmati kenin ke ai ke estos eonaston eonon Anina getrias eleison imes ille flogite ebibros efkistas item erine pa Jesus Christ, our God, who said to his sinless disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see but have not seen them, and to hear the things which you hear but have not heard them. But blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels, to the prayers of your saints. Before the Holy Gospel. Lord, أيضاً يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في صلاتنا طلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا Cosumento agio evangelio fez moro
in Jevis New Hermuschen Centenigom, Kirie, Flogeson Toka, Tamationa Gen Evangelion Tononosma. Sein Sing Kire. Fear of God and listen to the Holy Gospel. A reading from the Holy Gospel according to our teacher, Saint Matthew. May his blessings be with us all. Amen. From the Psalms of our teacher, David the prophet and king. May his holy blessings be with us all. Amen. Which is like a bridegroom coming out of his chamber and rejoices like a strong man to run its race. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house, your children like olive plants all around your table. Oh, in the name of the Lord, our Lord God, Savior and King of us all, Jesus Christ, the Son of the living God, to whom is glory forever and ever. Amen. Now it came to pass, when Jesus had finished these sayings, that he departed from Galilee and came to the region of Judea, beyond the Jordan. And great multitudes followed him, and he healed them there. The Pharisees also came to him, testing him and saying to him, is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? And he answered and said to them, have you not read that he who made them at the beginning made them male and female? And said, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. Glory be to God forever. Nay etavodobo. Small,
ساعتيكون امبيهون امبيهور خنوهيتن آت كارون كيري ليسون كيري ليسون كيري إله ضابط الكل الكائن في السماء إله أبائنا نطلب إليك أن تسمعنا وترحمنا يا رب ارحم For you created heaven and earth and the sea and everything therein and ornamented them with your wisdom we beseech you to hear us and have mercy on us Lord have mercy أمن صنع الإنسان على صورته ومثاله وجعله في فردوس النعيم نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا رب ارحم Oh, you created woman from Adam's side and gave her to him as a helper fit for him. We beseech you, O Lord, to hear us and have mercy on us. Lord, have mercy. يا من بارك إبراهيم وسر وجعلها له زوجة ومنح رتبة رئاسة الآباء نطلب إليك أن تسمعنا وترحمنا. Kyrie eleison. O you preserved Isaac and chose for them Rebecca and delivered him from his enemies. We ask you, O Lord, to hear us and have mercy on us. Lord, Lord, have mercy. يا من بارك يعقوب وعطى راحل زوجة وجعلهما وارثي الموعد نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا رب ارحم Oh, you raised up Joseph and granted him Asenath as a wife and through him you sustained all the land of Egypt. We ask you, O Lord, to hear us and have mercy on us. Lord, have mercy. يا من سر في آخر يا من يولد من عذراء وضاع جنس البشر نسألك يا رب استجب لنا وارحمنا Kyrie eleison Oh, you attended the wedding of Cana of Galilee. Bless this marriage as you bless that marriage. We beseech you, O Lord, hear us and have mercy on us. Lord, have mercy. يا من حول الماء خمرا حقيقيا بسلطان له تبارك عبديك نبيل ومونيكا طهرهما بمحبتك للبشر نطلب إليك يا رب أن تستجب لنا وترحمنا يا رب ارحم Oh, you attended the wedding of Cana of Galilee and blessed that wedding and transformed water into genuine wine by the authority of his divinity. Bless and guard this wedding of your servants Monica and Nabil and preserve them from all harm. Give them harmony and love and protect them. We ask you, O Lord, to hear us and have mercy on us. Lord, have mercy. Oh, you are beneficent. أيها المحسن الرؤوف الكثير الصلاح والتحنن يا رب اجعلنا نمجد صلاحك يا محب البشر نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب بارك Sophia se proskomen kreleison kreleison kinomes mi amin. We believe in one God, God the Father, the Pontifex Creator, Creator of heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God, begotten not created, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men for our salvation came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary and became man, and he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried. On the third day he rose from the dead, according to the scriptures, ascended into the heavens. He sits at the right hand of his Father, and he is coming again in his glory to his living the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and in one holy Catholic and Apostolic Church, we confess and baptism for the remission of sins.
We look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. اللهم لا زال الدائم إلى الأبد بغير ابتداء الذي لا حد لحكمته ولا انتهاء لقوته الذي صنع الإنسان من الأرض وجعله له امرأة من جنبه وفقها له معين نظيره كما يرضي ربوبيتك وصلاحك لأنه لا يحسن أن يكون الرجل وحده. We ask you also now, O our King, to join your two servants, Nabil and Monica, to be united to each other in one body and to enter into the law of joy and to abide in your truthful teachings. Grant them a living fruit out of the womb so that they rejoice in the birth of good children and have quiet and peaceful times. Prepare them for every good work through Christ Jesus our Lord. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي من ثمرة شجرة الزيتون الدسم مسحت كهنة وملوكا وأنبياء. نبتهل ونتضرع إليك أيها الرب محب البشر الصالح لكي تبارك هذا الزيت تبريكا ليكون زيتا لتقديس عبديك نبيل ومونيكا. آمين. A weapon of righteousness and justice. آمين. آمين. مسحة الطهارة وعدم الفساد. آمين. آمين. Light and unfading beauty. آمين. آمين. فرحا وزينة وعزاء حقيقيا. آمين. آمين. Power, salvation and victory over all the deeds of the adversary. آمين. آمين. تجديدا وخلاصا لنفسيهما وجسديهما وريحهما. آمين. آمين. Richness with the fruit of God, good deeds. Amen. 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 God, who crowned the saints with unfading crowns and reconciled the heavenly and the earthly and united them, O you, our Master, now also bless these crowns which we prepared to be set upon your two servants, to be for them crowns for glory and honor. Amen. Amen. أكلي البركة وخلاص. Amen. Crowns of joy and happiness. Amen. Amen. أكالي التهليل وبهجة. Amen. Amen. Crowns of virtue and justice. Amen. Amen. أكالي الحكمة وفهم قلب. Amen. Crowns of comfort and confirmation. Amen. Amen. Grant
grant your two servants, Nabil and Monica, who shall wear them, the angel of peace and bond of love. Deliver them from all evil thoughts and vile desires. Deliver them from every weight of cunning and from every devilish hardship. Let your mercy be upon them. Hear the voice of their supplication. Set your fear in their hearts. Manage their lives without delay unto old age. Make them rejoice by beholding the sons and daughters whom they will beget. Make them useful in your one holy, universal, and apostolic church. Confirm them in the Orthodox faith to the end. Lead them in the way of your righteousness through the pleasure of your good Father and the Holy Spirit, now and forever and to the age of all ages. Amen. دع يا رب على عبديك كليل النعمة غير المغلوبة. آمين. آمين. أكليل المجد مرتفع وغير فان. آمين. آمين. Crowns of an opposed and an attacked good faith and bless all their actions. Amen. آمين. لأنك أنت المعطي سائر الخيرات أيها المسيح إلهنا ويليق بك المجد والإكرام مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها. آمين. آمين. Crown them with glory and honor, O Father. Amen. الابن الوحيد. آمين. آمين. Sanctify them, O Holy Spirit. آمين. آمين.
Now, since you have been present at this blessed time before the sanctuary of the Lord of hosts and his holy altar and this Orthodox gathering, you have been joined by this blessed marriage and holy crowning according to this rite and this law. So also the rest of the fathers, the believers, took one wife in purity and cleanness for the sake of descendants and childbearing. So you should know each other's rights and submit yourselves to one another, and let each of you be faithful to the other according to our teacher, St. Paul, the apostle, who said, "The wife does not have authority over her own body, but her husband. And likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does." Receive, O groom, a bride, she is yours. Jesus Christ has given her to you. And at the hands of the priest, he has presented her to you and blessed you both with his holy name. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. My blessed son Nabil, who is supported by the grace of the Holy Spirit, you are required to receive your wife at this blessed hour with a clear conscience, a pure soul, and a full heart. Excel in doing all that is good for her. Have compassion on her and hasten to do that which gladdens her heart. Today you are responsible for her instead of her parents. You have both been crowned with the heavenly crowning and the spiritual marriage. The grace of God has settled upon you. When you accept what you have been commanded of you, the Lord will take your hand, increase your livelihood, grant you blessed children, by whom God will delight your eyes, grant you a long age and prosperous life, and prosper your outcome in this life and the hereafter. اسمعي يا عروس واصغب سامعيك وانسي شعبك وبيت أبيك لأن العريس راق له طريق فهو زوجك وله تخضعين. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. And you, blessed daughter and happy bride Monica, you have heard what was commanded of your husband Nabil. So you are required to honor and respect him. Do not act against his opinion, but submit to him many times over what was commanded. For today you are alone with him, and he is responsible for you instead of your parents. So you must receive him with joy and cheer. Do not frown in his face. Do not neglect any of his rights upon you, and fear God in all matters with him. Because God commanded you to submit to him and ordered you to obey him as your parents. So be with him as our mother Sarah was obedient to our father Abraham and used to address him, my Lord. Thus God looked upon her obedience to him, blessed her, gave her Isaac in her old age, and made her offspring as the stars of heaven and the sand on the seashore. As you listen to what we commanded you to do, the Lord will take your hand, increase your livelihood, and blessings will descend upon your home, and he will grant you blessed children by whom God will delight your eyes.
زواك طاهر وإكليل جليل باركه يا إلهنا عمانوئيل كما باركت عرسي قان الجليل لنبيل العريس ومونيكا العروس يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا May the Lord bless you, my brother, and bless your wife, as he blessed Noah and his wife when they left the ark and populated the earth with their seed, and as he blessed Abraham with Sarah and Isaac with Rebekah and Jacob in his marriage. May the blessing of the Lord to his name be the honor at the wedding of Cana of Galilee. Settle upon you and your home. Unify you in harmony. Create spiritual love in your hearts. Sustain your livelihood, fill your house, and grant you a long age and happy life with blessed children. We ask him to accept from us the prayers of this blessed crowning. وإياه نسأل أن يتقبل منا صلوات هذا الإكليل المبارك ويعوضنا عن الفانيات بالباقيات وعن الأرضيات بالسمائيات ويغفر لنا خطايانا وذنوبنا وزلاتنا ويكفينا مكائد ومكاره العدو الشيطان الشرير واحفظ كافة الإخوة الحاضرين معنا بيمينه الحصين كل أيام حياتهم ويعمر منازلهم ويكفيهم تجارب العدو ويعطيهم الفرح السماء الذي لا يشوبه قدر بشفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا السيدة العذراء الطاهرة ولد الله الخلاص الزكية المفضلة على سائر جنس البشر قديسة مريم النقية والشهيد المكرم المختار ماري مرقس الإنجيل البشير والشهيدتين ديميانا ومارينا والشهيد بسخارون الجليني والقديس عظيم بابا كرول السادس كافة الشهداء والأبرار والقديسين الأطهار قائلين جميعا يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن هذا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين Yeah.
Ageya mare yeti pa arseno sa Amin. Alleluia, nunc sabet rike, ioce agium ne maiti kenincai, gestos ionas ton ionan aminte noce volengo emoge obencio, isam be Christos es moina irentetve, Moimo eme viaro es moine sintin emnes emare bec naimen tekeri o en saptem bec leo sotiem moro hlaina kiri eleison kiri eleison kiri evlogison emines moero es moero timetania coni evolgo in bi esmo Amines shobi. O King of Peace, grant us your peace, establish for us your peace, and forgive us our sins. For yours is the power, the might, the glory, the blessing, now and forever. Amen. Accept us, Lord, when we pray thankfully, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us daily our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. Lead us not temptation, but deliver us from the evil one, through Christ Jesus our Lord, for thine the kingdom, power, glory, forever and ever. Amen. Congratulations to Nabil and Monica, and on behalf of them, thank all of you for attending. And they request that they will leave right after, and they will see you after at the reception, I guess, and receive the congratulations there. Congratulations. And now the love of God the Father, grace of His only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, gift and commitment of the Holy Spirit be with you all. Go in peace. The peace of the Lord be with you.
قويها يا نبيل مين قده؟ قويها وعمل كل شي بده، قويها واخد عروستنا القمر، قويها وعقبال كل من بده. لا 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 ليش؟ قويها انا ام العريس، انا قويها طول عمري بسرور وهنا، قويها طول عمري يا ابني بدعي لك، قويها تشهد علي نجوم السماء. شيري مارياتي و روتي و انا رولي ناطر خلوي سيتم بوي ارو اوي ارو اصحابي جيم اسماء انت ابون فين فيت امشيري امام موتي خين قومت مي اي جي صالي سنسين تي قرثي Enos asmi si emot avsonti emot ankaneno ovinan evol arijem Emot o kai shelet an mi shansa aji embetayoje a ilo sente vio oti avici sa rexevo olen khin